هذه كان رأيي والقرار قراركم. بما أن إفطار الصباح من الوجبات اللي يشتكي منها الجميع، نصيحة اليوم فيها إفطار على الطاير بدون تعب. أول شيء نخلط المقادير جافة، نأخذ لوز ني ونخلطها مع بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين. بعدين نضيف لهم أي نوع من الفواكه المجففة الخالية من السكر، تمر، زبيب أو توت مجفف، ونضيف لهم بودرة جوز الهند المجفف. نخلطهم زين مع بعض ونحطهم في جرة زجاج ونضيف لهم بعض بودرة القرفة ونخلي جاهز. من هني يصير نروح في اتجاهين. الاتجاه الأول حق اللي مستعجل الصباح وما عنده وقت، ناخذ كمية من هذه الخلطة ونحطها في ملة صغيرة ونضيف لها كمية مماثلة من الشوفان، نصب عليهم حليب اللوز أو حليب جوز الهند ونستمتع فيه كأفطار سريع مليان فوائد وطعم وبيعطيك طاقة طول اليوم، يصير حتى تجهزونه بسرعة وتاخذونه معاكم الشغل. الاتجاه الثاني حق اللي عنده شوية أكثر وقت، ناخذ الرز الأسمر الصغير اللي يسمونه short grain brown rice ونطبخه طبخ عادي مثل أي رز، بعدين نشيله ونسخنه على النار مع حليب اللوز أو حليب جوز الهند ونضيف له الموز الفريش المقطع والقرفة إلى أن يصير كأنه بورج تطلع ريحته العجيبة. وعند التقديم نرش فوقه نفس الخلطة اللي سويناها قبل شوي عشان تعطيه كرانش شوي. الطعم ما في أحلى منه والفوائد بروحكم بتشوفون. البذور اللي فيه تغذي المخ والبشرة، والحبوب الكاملة والفواكه المجففة تعطي حيوية ونشاط جسدي وعقلي، طعم وحلاوة من الطبيعة، ويصير إفطاركم كل يوم إفطار الأبطال. هذا كان رأيي والقرار قراركم.